انت شخص غيور في حد ذاتك؟ انا شخص غيور جدا طبعا. طبعا غيور جدا يعني. جدا. مش ده في تعارض بينه شويه وبين الثقه في النفس؟ لا، ما في، مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ لا، اللي بيقول الكلام ده اي كلام. انا بغير على اللي عليها لانها مني، فمحدش يوصلها. انا ما بغيرش من تصرفاتها، انا بغير عليها حبا فيها. مش بشك فيها، في فرق، اصل في فرق كبير قوي من ان انا اغير وان انا اشك. انا بغير، انا محدش يزعق لها، محدش يكلمها يقول لها كلمه حلوه غيري. يعني انا ازعق وانا اللي اقول الكلام حلو وانا اللي صالح وانا اللي اعمل كل حاجه؟ مين انت عشان تقول يعني الكلام انت لما تغير ممكن تتخانق؟ ده ما اعمل ايه؟ لو ما تغير ممكن تتخانق؟ لا طبعا اتخانق. يعني طبعًا. مثلا لو هي قاعده معاك كده وراحت بصه كده، لقيت بصت لحد مثلا، لا مفيش الكلام، مش هيحصل. مفيش الكلام ده، ازاي هتبص لها؟ دي مشكله بقى. هو ايه، ما هي مش هتبص. مش برضه عشان انا بس، لا بس هي بص ازاي؟ لا مفيش، هو بص، لا ما اظنش ان هو يجرؤ يعمل كده.